السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناة مطبخ بيت العيلة. ياريت تعملوا اشتراك في القناة لو مش مشتركين علشان يوصل لكم كل جديد، ولايك للفيديو. ده معانا دلوقتي الجزء الثالث والأخير من فانوس كيتشي إن شاء الله. قبل ما نبدأ في آخر جزء أحب أقول لكم إن في قناة بتاعت ابني إسلام لتعليم الرسم للأطفال والبورتريهات وشغل الهاند ميد، اتمنى انكم تخشوا وتدعموها، وهتلاقوا الرابط بتاعها تحت الفيديو او هتلاقيها ظهرت اعلى الفيديو قدامكم. يا ريت تخشوا وتشتركوا وتعملوا لايك وشير، واتمنى تدعموها اكتر واكتر. يلا بينا دلوقتي نبتدي بقيه الفانوس كيتي. احنا اخر حاجه وصلنا لها ان احنا وصلنا للخرزايه اللي فاضله هنا، هنعمل خرزايه بيضه عشان نخش بعد كده على الفيونكة بتاعتنا. هنحط الخرزاية ونعمل العقدة، وانا بعد ما اخلص الخرزتين اللي فاضلين دول هشرح تاني احنا عملنا الجنب ده ازاي، عشان في ناس ما عرفتش توصل كويس لان ما مشيناهوش، يعني ايه، عشان قلت اقصر الفيديو شوية عليكم، فهقول لكم برضو هشرح لكم ازاي كمل الجنب دوت مشينا على انهي صف. بعد كده هنخش على الخرزايه اللي بعديها كده من الجنب ده، والطرف اللي في ايدينا الشمال برضو هنحطه في الخرزايه الحمراء اللي فوق عشان نبتدي في الفيونكه. هنجيب خرزايه حمراء نحطها في الطرف اليمين ونعمل العقده بتاعتنا اهي كده، ابتدت تشكل معانا الفيونكه. هنحط بعد كده هنمررها في الخرزايه البيضه اللي فوق العين على طول، ونرجع تاني برضو بنفس الطرف اليمين في الطرف في الخرزاية اللي في الجنب اهي كده. عشان نيجي هنقوم حاطين خرزاية حمرة كمان في الطرف اليمين، ونقفل العقدة بتاعتنا اهي، وكده اتشكلت معانا الفيونكه التانيه اهي زي ما احنا شايفين، بقت اربع خرزات اهي. بعد كده هنربط العقده بتاعتنا بقى، نقابل الخيط بتاعنا ببعضه، نمرره بين الخرز لحد ما نقابله ببعضه عشان نربط، ونبتدي بعد كده نعمل حاجه تانيه فيه. هنربط الطرفين كويس مع بعض، كمان عقدة، عشان ما تبانش العقدة دي معانا هنجيب طرف ونقوم مدخلينه في الخرزاية اللي احنا كنا ممررين منها قبل كده، ونشد شوية هتلاقي العقدة دخلت بين الخرزاية، ونقص الخيط الزيادة بعد كده. هنعمل ايه الودن بتاعتها اللي هي الايد اللي هنمسك منها الفانوس، هنيجي عند الخرزتين الحمر دول ونمرر فيهم الخيط احيانا بتبقى الخرزايه ضيقه شويه فتحتها
متعدد. هنوصل الخيط بتاعنا ونعمل الود. هنيجي بقى نجيب طرف، اي طرف بقى انت عايز تعمليه. لو انت جبتيه اتجاه، هتمسكي الطرف اليمين وهتعملي ايه؟ هنجيب اول غرزه خالص في الايد الفانوس بتبقى خماسيه، هنعملها ايه؟ واحده بيضه وواحده من اللون اللي انت هتعملي بيه النص التحتاني، اي لون بقى، موف، احمر، اخضر، اللي انت شغاله بيه. والطرف التاني واحده بيضه. يبقى قلنا اول غرزه في الايد بتاع الفانوس تبقى خماسيه، بتدخليها الخيط في اول خرستين اللي هم يعتبر بتوع الفيونكة الحمر دول، وبتحطي طرف فيه خرستين وطرف فيه خرزايه، وهتقفلي العقده بتاعتك. كده بعد كده هنمشيها رباعية، واحدة بيضة واحدة موف، الطرف التاني واحدة بيضة، ونقفل الغرزة. هنمشي كده حوالي ايه 10 غرز معانا، على قد ما انت عايزه ايد الفانوس بتاعتك. المهم ان قلنا اول غرزه في ايد الفانوس خماسيه، بعد كده هتمشيها ايه رباعيه، لانك بتاخدي اول خرستين اللي هم بتوع الفيونكه من الجهه، وبتيجي بعد كده بتكملي عليها 3 خرزات، خرستين في ايدك اليمين وخرزايه في ايدك الشمال. واحدة بيضة ونقفل الغرزة. بالنسبة لجنب الفانوس ان احنا مشينا ازاي، احنا جينا مشينا على حرف الوش بتاع كيتي، الخرزاية اللي في الحرف دي خدناها كلها مشينا عليها داير داير لحد ما اتقابلنا على الناحية التانية، ورجعنا تاني كمان صف تاني، ما جيناش من النص، احنا جينا من الخرزاية اللي على الحرف عشان نعمل الجنب بتاع الوش بتاع كيتي عشان نعمل الوش التاني. خرزاية بيضة احنا بدأناها غرزة خماسية وبعدين رباعية، وما نيجي ننهي الايد هننهيها برضو خماسية عشان تقابل الناحية التانية برضو الخرستين اللي هما ايه اللي هما هيبقوا البيض بقى الناحية دي قصاد على حرف الودان.
كده معانا كام غرزة؟ واحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، فاضل اربع غرز. انت عايزة تقلليها قلليها على حسب ما انت شايفة الايد بتاعتك عايزة طولها قد ايه، عايزة تزوديها زودي. واحدة بيضة وواحدة مور، والطرف التاني واحدة بيضة عشان نقفل بعد كده. تسعة والعشرة اللي هي اللي في الودان بتاعت كيتي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، غرزة كمان ونقفل. نقفل بقى الغرزة بتاعتنا. هنيجي هنا هنحط خرزاية واحدة بيضة، ونيجي نعدي الطرف بتاعنا من الخرزتين اللي هما البيض اللي في أول الودان. الخرزاية التانية ونقوم حاطين واحدة بيضة كمان عشان نقفل الإيد. هنقفلها برضو بنفس الطريقة بتاعتنا. عايزة تربطيها على طول اربطيها، بس أنا إيه بعملها كده عشان إيه تبقى زيادة التأكيد ليها وما تفكش معاكي مع الوقت. انا هديهم ونقابل الخيط بقى الناحيه الثانيه عشان نربطها تاني، قلنا تبقى ايه عشان تبقى زياده التاكيد انها ما تفكش معاكي او مع اي طفلك. ونربط. كده
كده اهو قابلنا الخيط طرفين الخيط ببعض من خرزايه واحده، هنربطهم ونقطع الخيط الزيادة بتاعنا. هنبتدي بقى بعد كده النص اللي تحت. هنا احنا قلنا خلصنا الوش الاولاني الناحية الاولانية، وجينا بعد كده مشينا على الحرف الخرزاية ديت اللي هي الحرف جي، مشينا عليها داير داير لحد ما ايه ما وصلنا الناحية التانية، ورجعنا عملناها كمان مرة نفس الحكاية على الخرزاية برضو نفس الخرزاية اللي على الحرف. نرجع بعد كده هنيجي نجيب من هنا الخرزاية اللي هنا اللي في نهاية الوجه، هنمشي بعد كده هنحط. طبعا احنا عارفين ان بداية الصف بيبقى تلات خرزات، واحدة موف وواحدة بيضة والتالتة، ونقفل الصف بتاعنا الغرزة بتاعتنا. بس هتبقى معدولة، مش هنمشي بيها زي دي كده، لا هنعملها واقفه كده علشان نبتدي نعمل القاعده بتاعتنا. عملنا الغرزه، هنحط الطرف الشمال في الخرزايه اللي جنبيها، هنمشي بعد كده واحدة بيضة واحدة موف. عشان نعمل ايه الفستان بتاعها تاني، برضو الخرزية اللي جنبيها واحدة بيضة واللون التاني بتاعنا. هنيجي بقى في الحتة دي اللي هي الحرف بتاعها، هنعملها غرزة طايرة. غرزة طايرة هنحط فيها تلات خرزات، هنحط تلاتة اتنين بيض وواحدة موف. اتنين بيض وواحدة موف اللي هي في الايه الغرزة الطايرة. هنيجي بعد كده نحط الطرف الشمال في الخرزاية اللي بعديها، نحط واحدة بيضة اللون التاني بتاعك ايا كان هو بقى، ونقفل. الطرف الشمال برضو هندخله في الخرزاية اللي بعد كده اللي عليها الدور. بيضة برضو واللون التاني، والغرزة اللي بعد كده هتبقى
قلنا غرزة طايرة، الغرزة اللي على الحرف تبقى غرزة طايرة. 2 بيض، واحدة مرة، هنحط الطرف الشمال برضو في الغرزة اللي بعديها، يبقى احنا في الصف ده عندنا كام غرزة طايرة؟ هنعملها 4، كل حرف بتعملي فيه غرزة طايرة من حروف الفستان بتاعها او المكان اللي انت هتركبي فيه الوحدة بتاعتك دي، بتبقى بدايته. هنا الخيط قصر معايا، هربطها وابتدي خيط جديد، هقابلهم بس الاول ببعض الخيط بالطرفين، حاولي لما تيجي تربطي العقدة بتاعتك بتاع نهاية الصف طالما لسه فيه صف تاني هتشتغليه ما تعمليش العقدة من فوق. كده نتقابلهم هنربطهم مع بعض. نربطها مرتين تلاتة عشان متفكش معاك وشدي كويس. وقلنا هندخلها في خرزاية من اللي احنا كنا لافين فيها الخيط عشان نشد الغرزة بتاعتنا وما تبانش. نقص زيادة ونبتدي خيط جديد، هنيجي نكمل الصف اللي احنا كنا ماشيين فيه. هنمشي بنفس النمط برضو، واحدة بيضة وواحدة مور. الغرزة الطايرة التالتة معانا، هنبيض واحدة مور.
كده احنا قربنا خلاص ننهي الصف بتاعنا ده. بعد كده هنمشي ثلاث صفوف ورا بعض عشان نحط فيهم الوحدة بتاعتنا. بعد كده اخر غرزة في الصف دوت هتاخدي الخرزاية الموف دي كده معاكي اتنين موف، هتحطي عليهم اتنين بيض وتقفلي الصف بتاعك. كده احنا قفلنا الصف اهو، دي بداية القاعدة بتاعتها اللي هي لازم هتعمليه باقي عشان تدخلي فيها الواحدة كده معاكي اهي، لازم هتغطيها من هنا علشان تقفلي عليها. هنشوف هنعمل ايه. قلنا الطرفين طالعين اهو من اخر خرزاية احنا قفلناها، هنجيب ثلاث خرزات. قلنا بداية الصف بتاعنا بيبتدي بثلاث خرزات الاول وبعد كده اتنين. هنقفل الطرف بتاعنا كده. المره دي بقى مش هتبقى واقفه كده، لا هتنيمي الغرزه بتاعتك كده اهي بقت نايمه. هنيجي الطرف الشمال هنحطه في الخرزايه البيضه اللي جنبها. بعد كده هنمشي خرزتين خرزتين. انا همشي معاكم الصف كله، اول صف وبعد كده الصفين التانيين هنعملهم ونرجع تاني. نخلص الصف ده الاول الجزء اللي تحت ده بيبقى اسهل جزء في الفانوس. والطريقة بتاعت وش كيتي اللي انا قلتها لكم سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة متعبة وما فيهاش، هي عايزة بس تركيز في حتة العين، مكان العين ومكان البق بس. وانت طالما عملتي الجزء الاولاني من اول وش، لما بتيجي تعملي الظهر بتاعها الوش بتاعها التاني بتلاقيه سهل معاكي لانك بتمشي نفس خطوات الوش الاولين. جينا عند الحرف اهي، اهم حاجة ان انت تشدي الخيط بتاعك كويس عشان ما يبقاش سايب معاكي ويبقى الفانوس طري. وبرده سمك الخيط
بيبقى عليه عامل كبير معاكي، ان هو كل ما يبقى 60 أو 70 بتلاقيه ناشف معاكي، وتلاقيه يخلي الشغل بتاعك ما شاء الله عليه، يعني ايه ماسك نفسه كده مش طري. كده احنا جينا عند الحرف التاني اهو، تحطيه في الخرزانة البيضة، الطرف الشمال والطرف اليمين ايه 2 خرزتين، ونقفل العقدة. عايزه اقول لكم من اسهل الفوانيس معايا هو فانوس كيتي المجسم دوت، ما بياخدش وقت وصغير وشكله شيك جدا. نيجي عند الحرف الثاني، كده نعمل آخر جنب. انا بحاول امشي معاكم خطوه بخطوه عشان المبتدئين برضو. الغرزة اللي قبل الأخيرة في الصف معانا اهي، وفي الآخر هنقفل الصف بتاعنا بخرزاية واحدة بس. يبقى احنا ابتدينا بتلاتة ومشينا بعد كده خرزتين خرزتين، وآخر غرزة في الصف واحنا بنقفله هيبقى خرزاية واحدة بس. هندخل بقى الطرف الشمال في الخرزايه البيضه بتاعتنا دي اهي، وهنجيبها ندخلها في اول خرزايه كانت في الصف معانا اللي هي الواقفه اهي، وهنحط خرزايه واحده بس باللون موف او اللون اللي احنا شغالين بيه
الفستان بتاعها ونقفل الصف كده. عملنا اول صف معانا اهو كده، هنمشي كمان ايه صفين تاني ونشوف الوحدة بتاعتنا هتتغطى ونعمل بعد كده ولا هنستكفى بثلاث صفوف فيها بس. هنعمل الصف اللي بعد كده قلنا هنبتدي بثلاث خرزات ونمشي خرزتين خرزتين ونقفل الصف بتاعنا بخرزاية واحدة بس. تمام كده ابتدينا الصف التاني. هنا احنا اشتغلنا مع بعض هنا صف كامل مع بعض، وانا اشتغلت صفين عشان اختصار الوقت الفيديو عشان ما تحسوش بملل. انت طالما عرفتي تشتغلي اول صف يبقى اكيد خلاص عرفتي النمط، تاني صف وتالت صف زي بعض. انا هنا سبت اخر حتة في الصف عشان اوريكي انا نهيت زي ما بديت، يعني انا هنا بادية بصف ابيض هنا نهيت بصف ابيض برضو. هنا هتيجي ابتديت اول حاجة بثلاث خرزات بداية الصف، طبعا خرزاية موف وخرزاية بيضة وخرزاية موف، ده اول بداية الصف. وبعد كده مشيت اتنين خرزتين، واحدة بيضة واحدة موف، واحدة بيضة واحدة موف، وهكذا زي ما هنشوف دلوقتي. هنحط طرف الخيط الشمال في الخرزاية اللي عليها الدور في الصف، والطرف اليمين هنحط فيه واحدة بيضة واحدة موف. نقفل الغرزة بتاعتنا ونشدها، هنيجي الخرزاية اللي بعد كده برضو واحدة بيضة خرزاية موف. بعديها بقى احنا عرفنا ان احنا اخر صف هنشتغلوا ايه خرزاية بيضة في النص، علشان زي ما بدينا اول صف فوق هننهيه عشان يبقى شكلها حلو. اخر غرزة هنقفلها بواحدة بس، يبقى احنا بدينا بداية الصف التلاتة، بعد كده مشينا خرزتين خرزتين، اخر قفلة الغرزة بتاعتنا او قفلة الصف بتبقى خرزاية واحدة بس. نحطها في اول خرزاية احنا اشتغلناها في الاول خالص اهي كده، طالعة طرفين من الخرزتين اللي فوق في الصف. هنحط خرزاية بيضة كده، يبقى قفلنا الصف بتاعنا اهي. يبقى احنا كده اشتغلنا كام صف؟ واحد اتنين تلاتة، علشان نحط ايه هنشوف بقى كده لما هنحطها هتبقى على قدها ولا لا. لو انت حسيتي ان هي محتاجة صف معاكي تاني اعملي لها كمان صف، بس هي ان شاء الله كده على حسب الواحدة مش هتحتاج. احنا هنفرد لمبة كده منهم وهننيم التانية تركيب الواحدة بتاعتنا علشان ايه تبقى عاملة ضوء من فوق ومن تحت في الفانوس اهي. وهنحط الواحدة اهي كده اهي، مش هتحتاج هي اتحطت. وايه هنعمل بقى الصف اللي نايم كده هنعمله ازاي؟ معانا طرف من الخرزاية اهي، الطرفين خارجين من الخرزاية اخر واحدة قفلناها. هنجيب الطرف بتاعنا اليمين وندخله
في الخرزايه اللي في الجنب جنبها اهي، عشان نقفل نقفله من تحت على ايه، على الوحده. يبقى دي طريقه ايه تركيب الوحده بتاعتنا. هنيجي نقوم واخدين خرزتين، لان احنا معانا خرزتين في الفانوس، ونقفل الغرزه بتاعتنا. ناخد الطرف الشمال ندخله في العقده ونعملها غرزه نايمه اهي كده، هتبقى غرزه نايمه. هنيجي اللي بعديها هناخد الطرف الشمال ندخله في الخرزايه اللي عليها الدور، نجيب خرزتين زي ما احنا شايفين كده، هنمشي الصف كله. الخرزايه اللي بعديها البيضة، يبقى احنا هنمشي الصف كله خرزتين خرزتين، غرزة نايمة علشان ايه نقفل على الوحدة بتاعتنا كده اهي. الجنب دوت هنيجي قفلة الصف هتبقى خرزاية واحدة بس، عشان هنحطها في الخرزاية البيضة اللي جنبها ونطلعها من البيضة بتاعت الصف الجديد بتاعت السطر اللي جنبيه او الجنب التاني. هنحط خرزاية واحدة هنقفل بيها ونكمل الصف بتاعها. زي ما احنا شايفين هي الوحدة ابتدت تثبت معانا. بعد كده هنحط الطرف الشمال في الخرزاية اللي عليها الدور البيضة، خرزتين ونقفل العقد. كده بعد كده هنمشي الصف كله زي ما احنا شايفين كده، زي واحد بالظبط، اتنين اتنين، ونقفل الجنب بواحدة ونبتدي الجنب الجديد باتنين برضو خرزتين.
دي هنقفل الصف بخرزايه اهي. نرجع نكمل بقية الجنب التاني. خلصتين انا شغالة معاكم واحدة واحدة وخطوة بخطوة عشان ما تتوهيش مني. كده خلاص قربنا نخلص الفانوس مع بعض. فاضل لنا جنب واحد وننهي الفانوس بتاعنا. قلنا ايه نقفله بخرزايه واحده بس. هنقفل اخر جنب بقى لينا اهو. يبقى انت الجنب اللي تحت بتحطي الطرف الشمال في الخرزايه البيضه اللي عليها الدور، وبتاخدي الطرف اللي طالع معاكي بتحطي فيه خرزتين موف او الخرزه اللي انت هتقفلي بيها بقى، موف بيضه حمراء زي ما انت عايزه. القفله بتاعتك تحت بقى بنش يعني، بس برضو حاولي تخليها لون الفانوس نفسه. اخر حاجه بقى القفله بتاعتنا، قلنا بخرزايه واحده اهي، هنمررها في الخرزايه البيضة وهنيجي في الخرزايه الموف اخر واحده اهي. كده هنقفل الفانوس بتاعنا خرزاية واحدة بس، محتاج خرزاية واحدة بس. نشد الخرزاية كده، قفلنا الفانوس بتاعنا اهو، وادي الوحدة بتاعتنا اهي. زي ما احنا شايفين اهي لما ركبنا الوحده نورت معانا، النور بتاعها من تحت ومن فوق عشان قلبنا اللمبه واحده لتحت وواحده لفوق. هنقابل بقى الخيط ببعضه، هنمرره بين الخرز ونقابله ببعضه عند خرزاية واحدة علشان نربطه وننهي الشغل بتاعنا. ويا رب اكون عرفت اوصل لكم المعلومة
والطريقة بتاعته سهلة جدا. واللي يحتاج اي استفسار الرابط بتاع حسابي بتاع الفيسبوك هتلاقيه تحت الفيديو في صندوق الوصف، اي استفسار ابعتولي عليه وانا هرد عليك على طول. هتربطيها كويس وتدايري العقدة بتاعتك بعد كده عشان الشغل بتاعك يكون نضيف مفهوش اي مشكلة ولا اي عقد ولا اي حاجة طالعة من الجنب. هترجعي طرف الخيط في اي خرزاية انت مررة فيها الخيط بتاعك وتشديها، تلاقي العقدة بتاعتك دخلت في النص وتقومي قصر من الطرفين اهو، هتلاقيها ما يتكل كده وانت بتشديها جامد هتلاقيها دخلت في النص معاكي بين الخرزاية زي ما احنا شايفين كده اهو. اهو كده احنا خلصنا فانوس كيتي مع بعض اهو. كل سنة وانتم طيبين. متنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل فيديو جديد.